قالك سلاحي هو البكاء، سلاحي البكاء، والقوة تاعي تاع الصح هو الثقة في الله، وفيه هو الوحيد اللي عندي فيه الرجاء. ماني تاكل على حتى واحد ونبكي. علاش نبكي؟ نبكي باسكو ما عنديش حاجة أخرى. أباك تحس روك انكابابل، اون بليس دو سا لا ديستونس مفرقة بيناتنا، ظروف زعما انكرويابل. تحير انسان حب يدير فاميليا برك، ما حبيت لا دراهمهم لا اوروبا، لا حبيت غير فاميليا، نكون انسان عادي. بعد كي فهمت، كي لحقت الخمسين فهمت بلي ما كاش بلاصه تحتضني كيما ما جيت لما، جيت عند ما، جيت لالجيريان ما، جزائر ما. ايه الناس اللي ما يزيدوش، هذوك اللي مازال يقولوا لي علاش خليت بريطانيا، جيت لدارنا كيفاش، من نروح كبده تاعي قطعوها لي، وين نهرب؟ هربت لدارنا. هذا ما كان ماشي باسكو ما حكمت ليش. كيفاش ما حكمت؟ واحد قال لي علاش ما ترجعش؟ انا قعدت 26 في اوروبا. انت يا عمرك ما خرجت من حومتك، انت اللي راك ما على بالكش واش راه، انت روح. انا ما نقدرش نروح، روح ديجا راك فاهم.